بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر دور كلها آمين. نلتقي مع القديس كيرلس الكبير في تفسير الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير، الإصحاح السادس، العظة 34 بعنوان طاعة الوصية، ودي العظة الأخيرة في الإصحاح السادس. يبدأ القديس كيرلس العظة بتفسيره للأعداد من 46 ل 49. ولماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أريكم من يشبه. يشبه إنسانا بنى بيتا وحفر وعمق ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث سيل صدم النهر ذلك البيت فلم يقدر أن يزعزعه لأنه كان مؤسسا على الصخر. وأما الذي يسمع ولا يعمل فيشبه إنسانا بنى بيته على الأرض من دون أثاث، فصدمه النهر فسقط حالا وكان خراب ذلك البيت عظيما. يوجد رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، فهكذا يكتب بولس الحكيم. لأن اسم الربوبية وحقيقتها كلاهما خاصين فقط بتلك الطبيعة التي تفوق الكل وهي العالية جدا وتحكم كل الأشياء. قديس كرولوس هنا بيعلق على تعبير لماذا تدعوني يا رب يا رب، فبيقول إن هناك رب واحد وإيمان واحد معمودية واحدة، لأن اسم الربوبية أو لقب الربوبية وحقيقة الربوبية هما خاصين بالطبيعة اللي تفوق كل المخلوقات وهي الطبيعة اللي بتحكم كل الأشياء. فهكذا يقول عنه بولس أيضا في موضع آخر، لأنه وإن وجد آلهة كثيرون في السماء أو على الأرض لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. ولذلك حيث إننا نعترف بالله والكلمة وحده الذي يملك مع الله الآب، أي نعترف به بالطبيعة وبالحقيقة إنه الرب، فتبعا لذلك نحن نعطي هذا الاسم له. ولكنه هو يسأل لماذا تدعونني يا رب ولكنكم لا تفعلون ما أقوله. قديس كرولوس بيقول إن ربنا يسوع هو يملك مع الله الآب، وإحنا بنعترف بحقيقته وطبيعته إنه هو الرب، وعشان كده بنعطيله هذا اللقب، لقب الرب أو السيد. فبيقول ربنا هنا بيسأل ويقول أنتوا ليه بتدعوني يا رب وأنتم مش بتعملوا اللي بقول لكم عليه؟ لأنه إن كان لا يملك سلطانا حقيقيا ولا مجد الربوبية، بل على العكس إن كانت الربوبية ممنوحة له من الخارج ومعطاة له كنعمة، فعندئذ لا تقدم له خضوعك. هنا القديس كرولوس بيحاول يشير إلى حتة إن مسمى أو مصطلح يا رب اللي احنا بنقوله ربنا يسوع هو ناتج من طبيعة ربنا، إن هو خاص بطبيعته إن هو إله. وبيقول لو ده من طبيعته فده يجعلنا نخضع ليه، لكن لو ده، لو الربوبية هي حاجة خارج طبيعته، ده معناه ان احنا هو اخد نعمة فبالتالي هو مش ربنا. فبيقول اذا كان المسيح هو الرب في الحقيقة وهو الله بالحقيقة، فواجب علينا ان احنا نقدم له الخضوع. فعندئذ لا تقدم له خضوعك، وعندئذ ترفض خدمته ولا تقبل ان تكون تحت سلطانه كرب لك. ولكن ان كان حقا بالمعنى الدقيق هو الرب وكل طبيعة المخلوقات تنحني تحت صولجانه وهي مثل شيء موضوع تحت قدمي سيده، فحينئذ قدم له ما هو حق له. اقبل النير وقدم له طاعتك كحق له، لكي لا تسمعه يوجه لوما لك بالكلمات التي نطقها أحد الأنبياء القديسين القدماء: الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده، فإن كنت أبا فأين كرامتي؟
وإن كنت سيدا فأين هيبتي؟ قال رب الجنود. قديس كورولوس في الحتة اللي فاتت بتاعت إن هو بيقول إن الربوبية دي حاجة خاصة بطبيعة ربنا يسوع، مش حاجة معطالي، هنا بيحاول يقاوم الفكر الأريوسي اللي كان بيقول إن الابن مش مساوي للآب ولكن مشابه له، وجاب نبوة ملاخي عشان يؤكد بيها اللي اتقال للقدماء، إن إذا كنتم أنتم تكرموا الآباء والسادة فإن كنت أنا أبا لكم فأين كرامتي، وإن كنت أنا سيد فأين مهابتي. يكمل ويقول: بل تعالوا ودعونا نرى بواسطة ما يحدث بيننا اللوم الذي نصير معرضين له بسبب عدم الطاعة. فنحن أنفسنا متعودون أن نطلب من خدامنا طاعة ممزوجة بالخوف، وحينما يتمردون ويطرحون عنهم نير العبودية فنحن نخضعهم بالقيود والتعذيبات والجلد. لذلك فإن كنا نحن الذين على الأرض ونحن بالطبيعة إخوة لأولئك الذين ينحنون تحت النير، لا نستطيع أن نحتملهم حينما يتمردون، فكيف سيحتمل الله تمردنا وهو الذي تعبده الرئاسات والعروش والربوبيات، والذي في حضرته يقف السرافيم الممجدون جدا الممجدون جدا يقدمون له خدمتهم باستعداد؟ لأن داود الإلهي يقول عنهم في المزامير: باركوا الرب يا جميع ملائكته السامعين صوت كلامه، باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. هنا القديس كرولوس بيقول، بيدي مثل ويقول احنا كبشر لما يكون عندنا ناس بتخدم، وبنلاقي الناس اللي بتخدم دي ما بيقدموش طاعة ممزوجة بالخوف، فبنحاول نخضعهم بالقيود والتعذيبات والجلد، حاجة في الطبيعة البشرية، ويمكن حاجة كانت موجودة في زمن القديس كيرلس، إن كان في عبيد بسبب يعني وجود واستمرار الإمبراطورية البيزنطية في السنين أو الوقت اللي القديس كيرلس كان عايش فيه، وهو ده كان الحكم السائد في مصر، الإمبراطورية البيزنطية. فبيقول إحنا متعودين يبقى في خدم في البيوت، وأحيانا إحنا بنخضعهم بالتعذيب وبالخوف وبالجلد. فإن كنا إحنا اللي على الأرض وإحنا متساويين في الطبيعة بنخلي اللي بيخدمونا ينحنوا تحت النير، وإحنا مش بنحتملهم لما بيتمردوا، فإزاي ربنا هيحتمل تمرد الإنسان وهو اللي بتقدم له العبادة الرئاسات والعروش والربوبيات اللي هي تفوق طبيعتنا. الحاجة التانية في الفقرة دي إن هو بيقول إن داود أعطاله لقب الإلهي، وسبق وشفنا انه عطى لبولس الرسول لقب الاله، وهنا نلاحظ ان القديس كيرلس بيستخدم اللقب ده كانه نفس المعنى بتاع لقب اللاهوتي، يوحنا اللاهوتي، يوحنا الالهي، او بولس الالهي، او داود الالهي، معناها انه بيتكلم بالالهيات وانه عقله كله مشغول في الالهيات وكلامه كلام عن الله. ده المقصود، مش المقصود إنه داود الإله يعني داود صار إله، يعني مش ده المقصود. بيكمل ويقول: لذلك فإنه خطر وأمر يستحق دينونة نهائية أن يكون الإنسان غير راغب في الخضوع للمسيح القدير. أما أولئك الذين يجلون خدمتهم فسينالون بركات ممتازة جدا، لأنه قد قال بواسطة أحد الأنبياء القديسين لأولئك الذين يهربون من نيره ولا يخضعون ليكونوا تحت سلطانه: هوذا عبيدي يأكلون وأنتم تجوعون، هوذا الذين يطيعونني يترنمون من طيبة القلب وأنتم تصرخون من كآبة القلب ومن انكسار الروح تولولون. فها أنت ترى أن تاج أولئك الذين يحملون النير، نير الخدمة، هو جميل جدا ويستحق أن يقتنى، وهو ثمين جدا، بينما الباقون يحكم عليهم بدينونة شديدة ومتنوعة. باختصار القديس كرولوس عاوز يقول في الفقرة دي ان اللي ما بيخضعش لنير المسيح هو بيوقع نفسه تحت دينونة، لكن الناس اللي بتخدم المسيح
وبيخضعوا لنيرو هم بينالوا بركات. وقال جملة جميلة أوي، قال: نير لخدمة هو جميل جدا ويستحق أن يقتنى. الحمل بتاع الخدمة هو حمل جميل ويستحق الحمل ده إن احنا نقتنيه، وهو ثمين جدا. وقال إن الباقون يحكم عليهم بدينونة شديدة ومتنوعة اللي رفضوا نير الخضوع للوصية وطاعة المسيح. وفي مكان آخر أيضا يمكنك أن ترى الخادم الحقيقي يزين بكرامة فائقة، بينما غير المطيع والمهمل فإنه يرفض بخزي أو بالحري يطرح إلى الظلمة الخارجية، لأن الذين أخذوا الوزنات وضاعفوا ما أعطي لهم فإن صاحب الوزنات كرمهم ومدحهم، لأنه قال لكل واحد منهم: أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. أما الذي أخفى الوزن في الأرض كغير محب للخدمة وكسلان، فإنه حكم عليه بحكومة شديدة لا مفر منها. هنا القديس كرولوس قال هتلاقوا في مكان آخر، وهو بيقصد هنا على المثل بتاع العبيد الأمناء اللي تجروا بالوزن اللي سيد أعطاها لهم. فبيقول هتلاقي إن الخادم الحقيقي بيزين بكرامات فائقة، لكن غير المطيع والمهمل هو اللي بيرفض بشكل مخزي وبشكل غير محبوب. وذكر المثل وقال عليه جملة أو تعبير صعب شوية، قال عليه: غير محب للخدمة وكسلان، فإنه حكم عليه بعقوبة شديدة لا مفر منها. وفي موضع آخر قال أيضا: فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا، حق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. لذلك فأولئك الذين يحفظون إرادة مخلصنا يصيرون ممجدين، ويستحقون أن يحاكيهم الآخرون وأن يزينوا بالمديح بسبب أمانتهم، بل وأكثر من ذلك فإنهم يحصلون على اسم يعطى لهم، لأنه قد قال عنهم في موضع معين: والذين يخدمونني سيدعى عليهم اسم جديد الذي هو مبارك على الأرض. وتوجد أيضا نقطة أخرى أظن إنها ينبغي أن تضاف لما سبق أن قلناه، وهي إنه بالرغبة في الخضوع لكلمات مخلصنا وخدمته، فإننا سنربح في المقابل كرامة الحرية بقرار منه. قديس كرولوس في النقطة الأولى اتكلم عن الكرامة والبركات اللي هياخدها الخادم الحقيقي، هنا هيتكلم عن نقطة تانية من بركات الخضوع، وهي كرامة الحرية، إن الإنسان اللي بيخضع للمسيح بيصير حر بالحقيقة. يبقى الـ النتيجتين الطبيعيتين اللي القديس كريلوس بيعلنهم عن طاعة الوصية هي الكرامة لخدمة المسيح، والحاجة التانية هي كرامة الحرية، الإنسان بيصير حر بالحقيقة لما بيطيع الوصية ويقبل خدمة المسيح. ونلاحظ إن القديس كيرلس ما حطش فرق ما بين الخدمة وما بين طاعة الوصية، وده مفهوم بينبه ذهننا إن كل خادم هو مطيع للوصية، وكل مطيع للوصية هو خادم، وكل منهم هو يقبل أمير الخدمة. فده معنى عميق جدا القديس كيرلس بيديه لنا، إن إحنا نبقى فاهمين كويس إن الخدمة تساوي طاعة الوصية، وطاعة الوصية تساوي الخدمة. فبيقول: لأنه قال لأولئك الذين يؤمنون به: إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق، والحق يحرركم. لذلك فنحن نربح مجد الحرية بواسطة الخضوع، أي بعبوديتنا له. فهذا يجعلنا أبناء وورثة الله وشركاء مع المسيح في الميراث الذي يشهد عنه المسيح نفسه قائلا:
كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد، فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. هنا قديس كرولوس ربط بين مجد الحرية اللي بيعطى لينا وبنربحه من خلال الخضوع وقبولنا العبودية لله، وده اللي بيجعلنا بعد ما احنا خلينا نفسنا عبيد لله يجعلنا أبناء وورثة لله، وربط بين الميراث وما بين البيت، إن العبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، فإحنا مدعوين أن نرث مكانا في بيت الآب. لذلك فالرغبة في الخضوع للرب هي التي تأتي بنا إلى الحرية وإلى الكرامة التي هي امتياز الأبناء الخاص، أما عدم الطاعة فيضعنا وينزل بنا إلى عبودية وضيعة ومخزية حسب القول الحق الأكيد إن كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية. ولكن قد يقول واحد: نعم، إن الطاعة للمسيح هي أمر ممتاز جدا وتستحق أعلى تقدير، لكنها ليست على أي حال أمر سهل، لأن هناك الكثير الذي يقف في طريقنا ويمكن أن يطفئ غيرتنا. هنا القديس كرولوس بيقول في واحد هيعترض ويقول إحنا فعلا طاعتنا للمسيح شيء كويس وحلو، لكن الموضوع مش سهل، لأن في حاجات كتير بتعطلنا وبتخلينا الغيرة اللي جوانا نحو طاعة ربنا تنتفي. وأنا أقول أيضا نعم، قديس كرولوس بيأكد ده، بيقول فعلا في حاجات بتطفي غيرتنا في طاعة المسيح، وعدت الحاجات. إيه الحاجات؟ بيقول لأنه أول كل شيء فإن الشيطان يقاوم كل ما هو جليل. أول حاجة بتحارب الرغبة في طاعة الوصية الشيطان. تاني حاجة: والجسد في ميله إلى اللذة يحارب ضد الروح، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حسب تعبير بولس الحكيم. تاني حاجة: الجسد لما بيميل إلى اللذات اللي بتحارب الروح. تالت حاجة: وناموس الخطية الذي في الأعضاء يقاوم بضراوة ومرارة، لأني أعرف أن بولس الذي كان متعلما في الناموس يناقش هذه الأمور بروعة. تالت حاجة: ناموس الخطية الذي في الأعضاء يقاوم بضراوة ومرارة، وهنا المقصود بيه الإنسان العتيق أو الذات الإنسانية اللي بتحاول إنها تحقق نفسها على حساب تحقيق وجود ربنا في حياتها. فبيقول لأنه قال: فإني أصر بناموس الله حسب الإنسان الباطن، ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. ويقول أيضا: إذا أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله، ولكن بالجسد ناموس الخطية. وإلى جانب ذلك يوجد ميل قوي في عقل الإنسان يجعل الإرادة تضل وراء اللذات ويولد سرورا بالشهوات العالمية، ويبعد الإرادة عن حب التعب في سبيل الفضيلة. رابع حاجة القديس كريلوس بيقول إن هي بتحارب الإنسان هو الميل القوي في عقل الإنسان اللي بيجعل الإرادة تجري وراء اللذات وتصنع نوع من السرور بتحقيق الشهوات العالمية. والميل القوي ده نقدر نسميه الأهواء. الهوى اللي جوه الإنسان هو الميل اللي بيدفعه إن هو يعمل ضد إرادة الله في حياته ويمشي في طريق شهواته. فهل بسبب هذا نرفض خدمتنا للمسيح؟ بسبب كل الحروب دي، الشيطان والجسد والإنسان العتيق والإرادة الفاسدة، هل بسبب كل ده إن إحنا نطلب نرفض خدمتنا للمسيح؟ هل هو يأمر بأي شيء مستحيل ولا يمكن عمله؟ وهل يطلب منا شيئا يفوق حدود طبيعتنا؟ ومن الذي يتجاسر أن يقول هذا؟ سأل ثلاث أسئلة من أجل الكلام ده، من أجل الحروب دي، الشيطان والجسد والإنسان العتيق والإرادة الفاسدة.
نرفض خدمتنا للمسيح؟ طب هل ربنا بيؤمر بشيء مستحيل ما نقدرش نعمله؟ طب هل هو بيطلب شيء فوق حدود طبيعتنا البشرية؟ يقول لأنه بالتأكيد يجعل كل ما يوصينا به يتكيف مع عقولنا. لذلك حينما تخبرني عن صعوبة الطاعة فإني أقول لك أيضا، هل الأمور العظيمة والممتازة تأتي بسهولة؟ قديس كيرلس بيقول نقطة مهمة أوي، بيقول إن أي شيء ربنا يسوع بيوصينا بيه هو الحقيقة بيتكيف مع عقولنا، بيبقى متناسب مع إدراكنا ومع حدود طبيعتنا. وبيقول أنا هسألكم سؤال، هو في حاجة من الأشياء العظيمة اللي إحنا بنعملها بتتعامل بسهولة حتى في الأمور الحياتية؟ لا، الواحد عاوز يرتقي مكانة عظيمة في العالم لابد ليه إنه يجتهد في عمله ويكون أمين، وده اللي بيؤهله إنه يتميز. فيقول وهل أولئك الذين يسعون أن يقتنوها ينجحون بدون جهد؟ أم بالعكس فإن هذه الأمور يتم الوصول إليها بالجد والأتعاب؟ فمن هم الرجال الذين يربحون الإكليل عادة في جهاد المباريات؟ هل هم الذين كرسوا أنفسهم كلية للمهارة في فن الكفاح وقد اجتازوا في أتعاب مريرة لأنهم يحتملون كل شيء حسب تعبير القديس بولس؟ أم على العكس هم الكسالى والمتنعمون الذين لا يعرفون بالمرة ما هو مناسب للرياضيين؟ قديس كيرلس هنا عطى مثل بالناس اللي بتكسب في المباريات الرياضية، واستخدم المثل ده من الرسالة الأولى لأهل كورنثوس الإصحاح التاسع، لأن نفس الاستخدام القديس بولس الرسول استخدمه. فبيقول لهم انتوا بتشوفوا مين اللي بيكسب في المباريات، اللي بيتعب ويتدرب ويجتهد، ولا اللي بيكسل ويتراخى ومش عارف ايه هي الحياة المناسبة للرياضيين؟ بالتأكيد اللي بيتعب هو اللي بيكسب. هيديهم مثل تاني، بيقول لهم ومن من أولئك الذين يفلحون الأرض تكون آلة الدراسة عندهم مملوءة بالحزم. سأل سؤال تاني، قال لهم مين من الفلاحين بتكون الآلة اللي بتدرس القمح اللي بتجمع الحبوب هي اللي مليانة حزم؟ هل هم أولئك الذين يهملون الحرث ولا يقومون بالتعب الشديد الذي للمعول؟ أم على العكس هم المجتهدون والكادحون الذين يلازمون الأتعاب الضرورية للحصول على محصول وفير؟ مين فيهم في الاتنين اللي بتبقى آلة الدراسة بتاعته بتجمع حزم كتير؟ اللي بيتعب بالمعول اللي هو بالجاروف يعني بيبتدي يحفر ويزرع ويسقي، ولا اللي بيهمل وما بيحرص الأرض؟ بالتأكيد اللي بيتعب. فبيقول الجواب معروف حتى لو لم ينطق به أحد، إنهم أولئك الذين لهم إرادة العمل وليس أولئك الذين يحبون الراحة، هم الذين تكون لهم حياة سعيدة ولا ينقصهم شيء لازم للحياة الهادئة. الذين لهم إرادة العمل، لازم يبقى الإنسان ليه إرادة العمل، وليس أولئك الذين يحبون الراحة. والمرنم أيضا يشهد لهذا في أحد الفقرات التي يذكر فيها الذين يفلحون الأرض كمثال لشيء آخر، فيقول كانوا يسيرون بالدموع حاملين بذارهم ويعودون بالفرح حاملين حزمهم. داود النبي برضو بيشهد لنفس المثل في المزمور اللي بنصلي في صلاة الغروب، مزمور 125، إن الزارعين كانوا ماشيين بالدموع دلالة على التعب وهم شايلين البذار بتاعتهم، وبيعودوا بالفرح وهم شايلين وحاملين الحزم بتاعتهم. لذلك فالفرح هو ثمرة التعب، ودي يعتبر قول جميل للقديس كيرلس، الفرح هو ثمرة التعب. وده الحقيقة مبدأ في الحياة الروحية، إن الإنسان
لما بيتعب في حياته الروحية بيتعب، يعني بيجاهد، بيستطيع أن يرى فرح الروح القدس اللي هو ثمرة من ثمار الروح القدس. التعب ده بيبقى غالبا تعب جسماني، لكن بيبقى مكافأته روحية أكتر منها جسدية، لأن الأمور الجسدية وقتية ومتغيرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرب نفسه يحثنا على محبة الجهد في كل سعي يستحق المدح، إذ يقول: ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة. ربنا يسوع نفسه أكد على أهمية التعب، وقال إن الدخول من الباب الضيق يؤدي إلى الراحة، والدخول من الباب الواسع يؤدي إلى الهلاك. لذلك لاحظوا أن الطريق الضيق يؤدي إلى الحياة، بينما النزول السهل في الطريق الواسع يؤدي بالناس إلى اللهيب والعذابات التي لا تنتهي. لذلك فإن كنا ندعو المسيح مخلصنا جميعا يا رب، فلنعمل الأشياء التي يقولها لنا. هنا القديس كيرلس رجع لأول العظتين، بعد ما أتكلم عن طاعة الوصية وفايدتها في إنها بتعطي كرامة للخادم وبركات عظيمة، وبتعطي كرامة الحرية إن الإنسان بيصير حر بطاعة الوصية، وعطى إن في حروب بتحارب الإنسان زي الشيطان والجسد والأهواء والإرادة الفاسدة، كذلك كل الأمور اللي بتنجح هي بتحتاج إلى التعب. وعطى مثالين، مثال الزراعة، إن الزراعة بتحتاج جهد عشان تنتج ثمر. المثال التاني هو مثال الرياضيين اللي في المباريات لما بيجتهدوا يتمرنوا عشان يكسبوا. فبيقول: إن كنا ندعو المسيح مخلصنا جميعا يا رب، فلنعمل الأشياء التي يقولها لنا. إن كان هو بالفعل ربنا وإلهنا ومخلصنا، لذلك واجب علينا إن احنا نعمل كل ما يقول لنا، لأنه هو نفسه يعلمنا ما هي المنفعة من رغبتنا في أن نعمل ما أوصينا به، وما هي الخسارة الناتجة من رفضنا أن نطيع. لأنه يقول: كل من يسمع كلامي ويعمل به يشبه إنسانا يبني بيتا ويحفر ويعمق ويضع الأساس على الصخر. هنا القديس كيرلس كمل بقية الأعداد وبيقول لنا إن ربنا يسوع وضح لنا إن كل واحد بيتعب وبيضع رغبته في أنه يعمل وصية الله، النتيجة معروفة، والخسارة في رفض طاعة الوصية برضو معروف. لما عطل المثل بتاع البيت المبني على الصخر والبيت المبني على الرمل، فبيقول: أما الذي لا يطيع فهو مثل إنسان يبني بيتا ولكنه لم يعتني بثباته، لأن الذي يطيع ويخضع يكون له وضع ثابت في كل شيء كريم وصالح. لأنه لا يكون سامع للناموس فقط بل عاملا به، لذلك فهو يشبه بيت مبني بثبات وله أساس لا يمكن أن يتزعزع حتى إن ضغطت عليه التجارب، وحتى إن هاجمته الشهوات الساكنة فينا مثل سيل شتوي أو مثل طوفان، فإنه سوف لا يخسر. هنا القديس كرولوس بيقول إن طاعة الوصية تعطينا ثبات، وده من خلال المثل اللي ربنا يسوع عطى. البيت المبني على الصخر هو بيت ثابت نتيجة إن الإنسان سمع كلمات الله وعملها، والثبات ده هو ثبات ضد حاجتين: التجارب والشهوات. كل ما الإنسان يقع في التجربة وهو ثابت من الداخل يستطيع أن يقاوم ولا يهتز من التجربة، وكل ما تحارب الشهوات لأن الإنسان ثابت يستطيع إن هو يغلب أيضا الشهوات. أما الذي يميل بسمعه فقط إلى ما يقوله المسيح ولكن لا يحتفظ بشيء في عقله،
ولا يعمل شيئا مما أوصى به، فإنه يكون مثل بيت مستعد للسقوط، لأنه سينحرف في الحال إلى أمور غير لائقة حينما تغريه اللذة وتقوده إلى مهاوي الخطية. هنا القديس كرولوس بيقول إن ممكن واحد يميل بسمعه فقط للمسيح، يسمع بس لكنه مش عاوز يحتفظ باللي سمعه جوه عقله، وده نوع من استخدام الوصية في حفظها، إن أنا بحفظ الوصية بقلبي، وده الأساس في العمل. لو أنا ما حفظتش الوصية، مش المقصود بحفظ الوصية إن أنا أحفظ الآية، ولكن أحفظ الوصية يعني أخليها هي لهجة قلبي، يعني قلبي طول الوقت يلهج في الوصية، عمال يفكر في الوصية، مشغول بالوصية. ده اللي هيخلي لما يجي وقت العمل الوصية اللي أنا مشغول بيها هي اللي هقدر أعيشها. فبيقول الذي يميل بسمعه فقط إلى ما يقول المسيح، ولكن لا يحتفظ بشيء في عقله ولا يعمل شيئا مما أوصى به، فإنه يكون مثل بيت مستعد للسقوط، لأنه سينحرف في الحال إلى أمور غير لائقة حينما تغريه اللذة وتقوده إلى مهاوي الخطية. لذلك فإن طاعة المسيح كما نؤكد تأتي بنا إلى كل بركة، وإن كنا نتممها بلا لوم، فإن المسيح سوف يتوجنا بنعمته، الذي به وله مع الله الآب التسبيح والسلطان مع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. نختم عزة القديس كيرلس الكبير، وبإذن المسيح نتقابل معاه في الإصحاح السابع اللقاء القادم، ولربنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد. آمين.